السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، قبل أن نبدأ في تفاصيل هذا الفيديو، لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد. إذن ستنطلق بطولة كأس أمم إفريقيا في الكوديفوار اليوم 13 من جانفي في المباراة الافتتاحية بين الكوديفوار البلد المستضيف ضد نظيره غينيا بيساو على الساعة 9 مساء بالتوقيت الجزائري. ويواصل المنتخب الوطني الجزائري تحضيراته في مدينة بواكي الإيفوارية، والذي يتواجد في المجموعة الرابعة مع كل من بوركينا فاسو وأنغولا وموريتانيا. وخرج اليوم لاعب بوركينا فاسو منافسة الخبر العنيد في تصريحات لوسائل الإعلام الجزائرية، وتحدث عن المنتخب الوطني الجزائري وقال: المنتخب الجزائري كما نعلم جميعا منتخب كبير في القارة ولديه نجوم كبار على غرار رياض محرز. نحن سنواجه الجزائر مباراة قوية ونريد تصدر المجموعة. نحن نعمل بجدة ونكون لمباراة الجزائر أهمية كبيرة. سنلعب بكل قوة لنفوز في هذه المباراة. وهنا بدوركم أعزائي المشاهدين، شاركونا الآن بآرائكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو ليصلكم كل ما هو جديد.